وصفة اليوم لبن أمه، وهذه من الوصفات الشامية اللبنانية الشهيرة. يعني أنا أول ما ضقتها بلبنان، هي عبارة عن موزات باللبن، يسمونه لبن أمه، ويقدمونه مع عيش بالشعرية. أوكي، جبت موزات مثل ما أنتم شايفين، راح أسوي 6 قطع موزات. أوكي، إيش راح نسوي؟ راح نحمرها بالزيت، بس تتحمر من جميع الجهات، نسلقها بالبهارات الصحيحة، مثل احنا نقول فوح المكبوس، فوح المكبوس البهارات الصحيحة. تقريبا يعني على ما يستوي اللحم يعني ياخذ له تقريبا ساعتين. اوكي، شوفوا مع البهارات الصحيحة، مو واضحة طبعا، بس ما شاء الله ريحة خمينة. هذا الماي طبعا ابيه انا. اوكي، الموزات كذي استوت، الحين نسوي لها الصلصة. الموزات شوفوا ما شاء الله خلصت، الماي راح احتفظ فيه ابيه حق الصلصة. الحين راح نسوي الصلصة بالنار. عندي هذا اللبن مال المراعي، راح احطه كله. اوكي، هذه علبة كاملة، شوفوها هذه. اوكي، علبة كاملة راح احطها على النار. عندنا 3 ملاعق نشا كبار، راح نذوبه بماي بارد، لان احنا دائما نقول ان النشا ما تتفكك حبيباتها بالماي الحار، فلازم ماي بارد ونذوبه معه. ذوبه بالشكل هذا. اللبن تقريبا لتر احنا حطيناه. بعد ما صحن اللبن راح نحط النشا ونستمر بالتحريك. نحط ملعقة صغيرة فلفل أبيض، فلفل أبيض مو أسود، أبيض. بعدين راح نحط ملح، الملح طبعا دائما يكون على حسب الرغبة. راح ناخذ الماي اللي سلقنا فيه الموزات ونضيفه عليه عقب ما شخلناه، في كل الفائدة هذا. الحين تأكدنا ان الصلصة ثخنت، صارت ثخينة، مو مثل المحلبية طبعا، بس انها ثخنت يعني صارت صلصة. راح نسقط فيها الموزات. يعني تقريبا هي نفس طريقة الكبة باللبن كذي، يعني صلصة ونحط الموزات فيها وبعدين نسوي لها الطشة. هذه طريقة لبن أمه، هم يسموها كذي، ليش والله ما أدري. كذي خلينا يطبخ شي حوالي 5 دقائق بس. الحين نسوي له الطشة ونطفي النار. قد لا تبونه مع عيش بالشعرية، عيش أبيض، اللي تبونه، تبونه مع خبز، كله يمشي. الطشة عندنا تقريبا نص قالب زبدة، نحتاج نص قالب زبدة وثوم وكزبرة، بس هذا. حط عليه ثوم تقريبا راس كامل، راس ثوم كامل. هذه طريقة كبيرة.
عليه الكزبره المفرومه الفريش والسكر. نستمر بالتحميص. طبعا سوينا مع الشعريه بعد هذا ما يبي له شيء، زبده ونحمس فيها الشعريه تتحمر، نكب عليها العيش، انا ما احب العيش المصري، احب عيشنا، وبعدين تحطين على الماي على قياسك بس. هذا هو الحين اوريكم شلون طريقه تقديمها. طبعا هو لكم الخيار تقدمون هذا الموزات اللي باللبن كذي بروحه، يعني معون العيش بالشعريه بروحه وهذا بروح، او انكم تحطونه على العيش. اوكي، عندنا الطشه نحطها كذي قبل التقديم. اوكي، قبل ما نصب اللبن كله نحطه عليه من فوق من باب التزيين، يعني كذي الطريقه. هذه وصفة موزات اللبن، أو مثل ما يسمونها الشام لبن أمه.